hajat dan keperluan nafsu sahaja. Manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah hendaklah memahami akan tujuan dan maksud tanggungjawab amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Niat pertama untuk seseorang menikah adalah untuk mengikuti kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, yang mana bila mana dikaitkan niat pernikahan itu dengan sunnah akan mendapatkan fadilah mengikut kepada ajaran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه، وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل علي، يا رب صل علي، يا رب صل علي صلوات الله عليه. يا سيد يوسف بن أبو فاتح الزواري، زوجتك، زوجتك، وأنكحتك، وأنكحتك، مخطوبتك، مخطوبتك، بنتي، بنتي شريفة صوفيا بنتي سلازمان الكاف، بالمهر المذكور، بالمهر المذكور، قبلت تزوجها ونكاحها بالمهر المذكور. هو خير عباد الله خير البرايا، حي فينا بهدى وصايا. نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله، من كوثره يروينا فتقبل يا رب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل علي، يا رب صل علي، يا رب صل علي صلوات الله عليه. طاهر القلب نقي ذاكر لله، المصطفى الصفي صلى عليه الله. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله، اكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل علي، يا رب صل علي.
أبدا.